مشاهدي قناة الأهلي، كما تابعتم وقائع المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري والكابتن حسام عاشور للحديث عن مباراة السوبر. معي في هذه اللحظات كابتن حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي. كابتن حسام، يعني مباراة هامة جدا، بطولة خاصة، لكن كيف تراها وكيف يستعد لاعبي النادي الأهلي لهذه المباراة، خاصة بعد الدفع المعنوي بالفوز على الزمالك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحيي طبعا حضرتك، بقول الحمد لله الناس كلها مركزة زي ما انت قلت، بيدي النادي الأهلي دفعة للماتش بتاع السوبر. احنا تركيزنا في ماتش السوبر من بعد ماتش الزمالك على طول، يعني انت الحمد لله خلصت الماتش، بعدها على طول اتكلمنا مع اللعيبه اللي انت تركز في الماتش اللي جاي. خلاص انت ما فيش وقت بين الماتش والماتش، هو 4 ايام، فلازم يبقى تركيز عالي جدا، وده اللي اتكلمنا على اللعيبه معاهم يعني. فبقول ماتش بكره ان شاء الله يبقى التوفيق حالفنا باذن الله، بنلعب فريق كبير زي فريق المصري، معاهم مدرب محترم طبعا زي كابتن حسام حسن، فاكيد هيبقى محفزهم جامد جدا، واحنا عارفين النقطه دي في كابتن حسام. فكابتن حسام البدري طبعا بيشتغل على اللعيبه كلها، اللعيبه اللي جت جديده عند المصري، وبيحفظنا حاجات، احنا بقالنا يومين بنتفرج على سيديهات ليهم، فان شاء الله نبدا ان شاء الله السنه الجديده باذن الله بالبطوله دي، هتفرق معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه. كل اللعيبه زمايلك جاهزه، ازارو والمجموعه بالكامل، الحمد لله اطمنا على زمايلك، الفريق كله الحمد لله بخير. الحمد لله كله جاهز الحمد لله، ازارو كان فيه بس غرز هنا، بس الحمد لله الشناوي كويس، والشناوي الحمد لله كويس، من الشناوي والشناوي كمان كويس الحمد لله، ايه دي ما فيهاش حاجه. البوكس اللي دلوقتي دي ما فيهاش حاجه الحمد لله. فبقول لك ان شاء الله الناس كلها مركزه، والناس كلها على قلب رجل واحد، اللي بره زي اللي جوه الحمد لله، ما فيش اي حاجه، اللي يلعب ان شاء الله ويأدي ال 90 دقيقه، واهم حاجه التوفيق يبقى حالفنا ان شاء الله بكره. بطوله رقم كام وبتمثل لك ايه يا كابتن حسام؟ لو خدناها ان شاء الله باذن الله ناخدها بكره ان شاء الله، يبقى البطوله 33. 33 لا بتمثل لي طبعا حاجات كتيره، يعني احنا تعودنا في النادي الاهلي او اتعلمنا او اتربينا في النادي الاهلي اللي انت ما تقفش عند ليميت، يعني ما فيش ليميت عندك، انت على طول عايز تكسب، على طول عايز تجيب بطولات للنادي الاهلي، مش بطولات لحسام عاشور بس، انت لما تجيب بطوله بتجيبها النادي الاهلي الاول، بعد كده بتدخل في الدولاب بتاعك، فان شاء الله يبقى التوفيق حالفنا بكره ونكسب البطوله ان شاء الله تبقى 33. ونكرر انجاز العنقب للماضي في هذا الملعب بعد الفوز على الزمالك، نكرره بعد سنتين بالفوز على المصري بالسوبر باذن الله، تبقى البطوله العاشره للنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله، بنتمنى ان شاء الله، وده اللي احنا هنسعى له بكره ان شاء الله. بالتوفيق كابتن حسام، شكرا، ربنا يخليك حبيبي، شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع الكابتن حسام عاشور، كابتن فريق النادي الاهلي، وحديثه عن مباراه السوبر امام فريق النادي المصري، ونحن نتحدث معكم بشكل خاص وحصري من داخل ملعب استاد هزاع بن زايد الذي سيستضيف مباراه السوبر مساء يوم الجمعه. هذا الملعب والذي حقق الاهلي عليه اول سوبر اقيم خارج جمهوريه مصر العربيه بعد الفوز على الزمالك في مباراه تاريخيه في هذا الملعب الذي امتلأ عن اخره بجماهير النادي الاهلي التي اتت من كل مكان. هذا الملعب والشكل الجمالي وهذا الاستاد الذي حصل على افضل تصميم منذ 3 سنوات. تابعونا خلال اللحظات القادمة وتفاصيل أكثر عن استعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة السوبر، وأيضا بعد حديث كابتن حسام البدري لوسائل الإعلام والحديث عن مباراة السوبر وهذه المباراة الهامة بإذن الله للكل بيترقبها على أحر من الجمر خلال الساعات القليلة القادمة. تابعونا.